من شمال البلاد إلى جنوبها، 390 مركز تلقيح فتح أبوابه لتطعيم الجرعة الثانية للفئة العمرية البالغة 15 سنة فما فوق، من الذين تلقوا الجرعة الأولى يوم الأحد 29 من أوت الماضي في إطار اليوم السادس لأيام التلقيح المكثف. يوم يشمل أيضا الأشخاص المسجلين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق ممن تلقوا إرسالية لتلقي الجرعة الأولى، والفئة البالغة 40 عاما فما فوق مسجلين كانوا أو غير مسجلين من الذين لم يتلقوا أي جرعة. صور تنقل تفاصيل يوم، من غالب وجعه أو تقدم عمره ومن أخذته حماسة الشباب، وصور أخرى تنقل اللحظة بكل ما فيها من تلقائية. الواحد حد يلزمو يقعد روحه ويلزمو معناتها صحته تكون مريقلة، دونك لقحنا جرعة الأولى هذه دوزيام دوز وإن شاء الله فيها شفاء. نحمي روحي ونحمي عائلتي بالطبيعة بافية تلبسوها، ننصحهم يلقحوا وباش يحميوا رواحهم ويحمونا احنا. الحمد لله لقحت اليوم دبي توك، خذيت السيزون هذه بعد برشا تخمام. سيفري كنت مريض بالكورونا، مي ديريمون سيفون قريت وليريت، قلنا بعد شو لازمنا نلقحوا. نهار 8 اوت لقيت الجرعه، وقت جيت المره الثانيه عندي شويه خانه ما حبوش يلقحوا، قالوا لي ارجع المره الثانيه الاخرى. جيت اليوم والحمد لله والشكر لله، اقبال ممتع للغايه. وعندي بنتي تو تقرا في عمرها 15 سنه، انا جيت لقحت لها الاكياس في والصغيرات. التلقيح بإذن الله إن شاء الله نقول عملنا قفزة كبيرة. إقبال متفاوت بين الجهات شهدته مراكز التلقيح التي فتحت أبوابها منذ 8 صباحا وجندت فرقا طبية وشبه طبية بمشاركة متطوعين لإنجاح سير هذا اليوم. فما برشا اقبال معناها، فما وعي معناها المواطنين في باجه لهنايك، معناها فما تشجيع وفما كثافه في التلقيح، وان شاء الله نكونوا الناس كل بخير. مقارنه بالجرعه الاولى دونك الاقبال يتسمى ضعيف، خاطر هو كمعدل وطني في كل حالات احنا 50-55%، فما نسبه عزوف كبيره في التلقيح الجرعه الثانيه بصفه عامه، وهذا لاحظناه حتى في الحمله العسكريه المتنقله. اليوم السادس للتلقيح المكثف، خطوة تعزز توقعات وزارة الصحة بتلقيح 50% من التونسيين بحلول منتصف شهر أكتوبر المقبل، سيما أمام تخلف عديد الأشخاص الذين يقع دعوتهم للتلقيح الذي يبقى مع تطبيق إجراءات الوقاية الحل الوحيد للسلامة.